أولا تصريح العمل المرن لا يخول حامله لأن يكون صاحب عمل ويأتي بعمالة أجنبية بدورة أو يكفلهم أو ينافس أو أن يكون لديه سجل تجاري، كل هذا الكلام غير صحيح. لا، فالإجابة قطعا في كل الأحوال لا فيما يتعلق بما يحق وما لا يحق لحامل تصريح العمل المرن. وكذلك يعني في سياق متصل، هناك كثير من الأقاويل حاليا في السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي بأن غالبية الإصابات بالفيروس هم من تصريح العمل المرن أو من العمالة المخالفة. وبتحليل بيانات جميع الوافدين الذين أصيبوا منذ وصول هذا الفيروس إلى البحرين وحتى يوم 26 أبريل يعني من يومين، يتضح لدينا أن من أصل 1909 1823 يعملون لدى صاحب عمل، 32 فقط من 1909 هم من يحمل تصريح عمل مرن، 30 تأشيرة زيارة و18 ملتحق و8 من خدم المنازل.